السادات دايما ليهم متقدمات وفي الصداره ما نقدرش نتكلم ليهم مكان، ليهم مكان ومكان كبير، وزي ما احمد بيقول متقدمات وموجودين في الصداره. المراه المصريه دايما حاضره في مجالات العمل المختلفه وليها دور كبير في الانتاج وكمان في انها تبني الدوله. ده خلاها تكون موجوده امبارح في احتفاليه عيد العمال في الشرقيه وكمان تتكرم. معانا على التليفون شيماء عبد المنعم محمود امين صندوق اللجنه النقابيه بشركه اهل للاغذيه المحفوظه واحد المكرمات من الرئيس. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي استاذه منى، صباح الخير. صباح الفل. صباح النور يا شيماء، والف مليون مبروك التكريم، ويعني زي ما بيتقال كده اختيار صادف اهله. عاوز اعرف يعني ازاي تم اختيارك. الله يبارك في حضرتك يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا رب. ازاي تم اختيارك وتكريمك من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتكريم ده كان ليكي بمثابه ايه؟ هو انا الاول اللي رشحني الموضوع دوت رئيس النقابه العامه استاذ خالد عيش، اتصل بيا وقال لي ان انا برشح للجائزه التكريميه اللي الرئيس هيكرمك بيها وسام العمل. طبعا انا كنت مبسوطه جدا جدا جدا، ويعني ده فخر ليا ان انا النقابه العامه تحفزني وترشحني ان انا اخد جائزه زي دي. ده فخر لينا احنا، بس عاوزين نعرف برضو وسام العمل تقديرا وتكليلا لجهودك اللي بتعمليها في العمل. بيتكلم قليل عشان كده شيماء يعني شايفه انها بتشتغل بتعمل في صمت على طول، بتعمل في صمت. قولي لنا يا استاذه شيماء يعني ايه اللي عملتيه؟ ما تبخليش علينا، قولي لنا، مش هنحسدك ما تقلقيش. لا 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 لا، ازاي يا استاذ احمد؟ ازاي؟ اتفضلي. بص حضرتك، هي محصله جهد وعمل وتبني قضايا عماليه. اكيد. أنا بنيت قضايا عمالية للعمالة المؤقتة، العمالة الغير منتظمة، كنت بحاول دايما أحل مشاكلهم، العمالة الموسمية، بجيب لهم مزايا عينية، مزايا مادية، بتبنى قضايا ليهم، ممكن قضايا بين أفراد، يعني يحصل مشاكل بين أفراد أحلها بسلاسة، ممكن مثلا إجزاءات، أحاول إن أنا مثلا عامل يكون مظلوم شوية أرفع عنه الجزاء، او واقفة عن العمل او الكلام ده كله. كل دوت انا تبنيت قضايا عماليه كبيره، يعني في اوقات مثلا الكورونا، العماله الغير منتظمه، كنت بحاول ان انا اجيب لهم مزايا كتير. طيب، العمل النقابي ده حاجه مهمه جدا ومش دايما بنلاقي السيدات مقبله عليه، ولكن مؤخرا احنا شايفين ان كتير من السيدات برزوا في العمل النقابي، واحنا شايفين تكريمك على شغلك في العمل النقابي وكمان دعم العاملين في شركه اها اللي عادت بقوه بمنتجاتها. فاحنا هنا عندنا حاجتين، شركه او مصنع مصري بمنتجات محترمه رجع تاني للسوق، ومساعدتك في تطوير اداء العاملين اللي موجودين في الشركه. طبعا، يعني انا كنت دايما بحاول ان انا اكون صاحبه رؤيه ليهم، ان انا احقق متطلباتهم، لانك لما بتحققي متطلبات العامل بيهود عليكي، يعني العامل لما تشجعيه وتديله كل حقوقه بيدور بعجله الانتاج اكتر. طبعا طبعا، اما بيلاقي حد بيدافع عنه وبيدافع عن حقوقه ومتطلباته وواجباته وبيعرفوا واجباته برضه، يعني ما انا بدافع عنك. احنا هنا بنتكلم عن حقوق يا شيماء. ايه بقى واجبك؟ واجبك ان انت تحقق لي انتاج. صحيح. تدور بعجله الانتاج. صحيح. تنميه كده، يعني ما هو انت العامل دوت يعني ايه؟ لازم تحفزه. فكره تهيئه مناخ العمل. تعرفه يعني. حقه وتعرفوا واجباته. صحيح. طبعا. طيب، انا بتكلم هنا عن الحقوق اللي بتتكلمي عليها، احنا بنتكلم عن حقوق ماديه بس ولا حقه في انه يتعلم، حقه في انه يتطور، حقه انه يبقى قادر يشتغل عشان يعرف يشتغل، مش يتوقف التدريب عنده ونقول له انت ما بقتش بتشتغل كويس. لا يا فندم، لا 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 لا، لازم يكون برضو في حقوق في التدريب، وان احنا ندربهم وان هم يطوروا من نفسهم، لان لو العامل طور من نفسه بالتالي هتلاقي في تطور في الانتاج رهيب. طبعا. طيب استاذة شيماء، يمكن يعني اثناء متابعتنا لقرارات الامس والحزم الحمائيه اللي اصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا واحتفاء بيوم العمال، كان يعني دايما ما هنلاقي لو في قرارات بتتاخد ما هنلاقي ما بين السطور اسم المراه ان لم تكن متصدره وفي السطر الاول، وكان الرئيس حريص على المساواه ما بين الجنسين تحديدا ودعم وتمكين المراه. ولو هنتكلم على محور التدريب والتثقيف ايضا اللي كانت بتتكلم عليه زميلتي منا، الرئيس ايضا اشار الى ان لابد ان يكون المؤسسات كلها مجتمعه وتعمل على يعني التنبؤ بفرص العمل المستقبليه والتدريب والتاهيل ليها. شايفه ده ازاي؟ انا شايفه ان
فخامة الرئيس المحور ده ان هو اتكلم فيه، دي حاجة كبيرة جدا، لان انت لما هتدرب العامل وتثقفه هيبقى فيه دفعة كبيرة. يعني هو العامل دوت هو اللي ايه، هو اللي بيحقق كل حاجة. صحيح. كل حاجة، هو القوة الأساسية، هو قوتنا. يعني احنا لما نطوره وننميه دي حاجة كبيرة جدا. صحيح. طبعا الثروة الحقيقية لينا في الوطن. طبعا طبعا طبعا. واحنا حاجة من غير العمال يعني حضرتك هتنتج من غير عامل؟ أبدا. العامل ده هو القوة البشرية اللي عندنا، الثروة البشرية. يعني أقول إيه أكتر من كده؟ يعني وكل عماله فسيرى الله عملكم، يعني في أكتر من كده؟ لا طبعا. أكيد. كل الشكر ليكي شيماء عبد المنعم محمود، أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة أهل للأغذية المحفوظة. شكرا جزيلا ليكي ومبروك عليكي التكريم.